مزارع المغرب. معا نرتقي بالقطاع الفلاحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة مزارع المغرب، مرحبا بكم في هذا البث. كما كتلاحظوا هذا قفوزة ديال السمان كما وعدناكم. احنا دابا واحد الطلبية غادي نرسلوها لمدينة وجدة ان شاء الله اليوم. هادو الرجلين، هادو هما الرجلين ديالو كما كتلاحظوا معنا. هادو هما الرجلين هنا، هادو البولونات كيتشدوا، كاين لاطات ديال الوسخ اللي كيطيح عليهم داك البزق. وعندنا كنسيفطوا معاهم البرامل ديال الماء. في المحطة الطرقية ديال مكناس راه خدامة دابا، تلقوها رفعوا عليها الحجر. عندنا هادو داك ليكود ديال الشرابات، وكاين هادو هما الأقفاص ديالنا. أقفاص ديال جودة عالية، فيهم عام ديال الضمان، وكانت أثمنة جد مناسبة. أسمحوا لينا إذا حطهم من مول الهوندا. إيوا هذا المكان الأقفاص ديالنا، هادو لي مجوار. كاين هادو أقفاص كيزور بعض ديال ليطاج 200 ديال السمان، الباب ديالهم كيكتحل بالساقطة. عندنا السقطة ديال الباب هي هذه، كتحل بسهولة وتتسد. لاحظوا معنا السمان هنا يلا تيخرج راسو في القطبان، هادو يلا تيخرج راسو. كاين هنايا عاوتاني هاد الحديد أقل من سنتيم، أقل من سنتيم، يلا كدوز غير بزقة باش مكيطيحش وتهرس ليها رجليه. هادشي اللي كاين. هادي المحطة الطرقية مكناس. ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. اي اخ من الاخوان بغى قفاص ديال الارانب فماشي مشكل، او ديال السمان، فالثمن جد مناسب. هذا ديال اللي كيهز 4 ليطاج 200 ديال السمان كنحسبوا له 1300 درهم، واللي كيهز 5 هاد ليطاج كيهز 250 ديال السمان، 1500 ديال الدرهم، مع ارسال جميع المدن المغربيه. هاد الاثمنه اللي ذكرنا الاخوان بدون مصاريف الشحن. الاخ اللي انا كنصيفطو الكاج نيشان، يعني ما كنخلصوش حنا الترانسبورت يكون على الشاري دائما النقل تيكون على الشاري. حنايا لا كنوصلو للمحطه كنتكلفو به، نوصلوه للمحطه الطرقيه او للشركه ديال الارسال، وكنعطيو لهم السلعه وصافي. هادشي اللي كاين. ما تنساوش كما العادة قناة المزارع المغربية قناة ديالكم كاملين، واي اخ من الاخوان بغى يشارك معنا التجربة ديالو في مجال التربية والتسويق فما عليه الا يرسلنا عن طريق البريد الالكتروني او الواتساب او رقم الهاتف، راه غيظهر في الشاشة ان شاء الله. ومرحبا بكم جميعا بدون استثناء.